قلت لي صافي صاحبك ان شاء الله قريب غادي يطيح في الشبكه وغادي دير فيه اللي بغيتي. قال لي يا شنو درتي ليه؟ قلت لي من بعد وغادي تعرف، خليني دابا خدام واحد نص ساعه وجي عندي. اخترقت التليفون ديال داك الشخصيه، لقيت عنده شي فيديوهات تحشم تشوفهم، ولقيت عنده شي فيديوهات خطيرين ديال شي اغتصاب وكيعذبوا في شي بنت. يعني داك الفيديوهات الا مشاو حتى تلاحو عمو ما باقي يشوف الشمس، وغيدوز حياته كامله في الحبس، وعاد السميه ديالو غادي يخاف عليها بزاف. المهم دازت نص ساعه هو يجي عندي الحبس، اللي امضى لقيت شي حاجه وريتو غير فيديو واحد من داك الفيديوهات، ويشد راسو وتصدم بزاف. قال لي ما بيناش عليك يدير المصائب كامله. قال لي ولكن تبارك الله عليك، عرفتي هاد الفيديو هذا الا مشات تشافو غادي يجي حتى لعندي ويبوس ليا جليا. الله يرضي عليك اولي. قلت ليها الحاج انا وفيت بالكلمه ديالي، حتى انت خاصك توفي بالكلمه ديالك. الا باقي عاقل قلت ليها اما غتشوف شي شخصيه كبيره في البلاد اللي يمسح ليا الوسخ اللي عندي، ولا غادي تهربني خارج البلاد انا والعائله ديالي. قال لي لا لا ما نسيتكش، انا مازال على الكلمه ديالي. ولكن مالك صاحبي زبان باقي ما سخيناش بيك؟ حتى انا خاصني نمشي نعيش حياتي، ما غاديش نبقى مقابل غير بيسيات. وثاني حاجه كاع الاغراض اللي عيطتي لي على قبل مقديتهم ليك، دونك خاصك حتى انت تقضي معايا الغراض. قال لي صافي يا صاحبي كون هاني يا صاحبي، زيد معنا غير السيمانه هادي وغادي نشوف لك الحل. مهم من بعد دازت 48 ساعه هو عيط على داك الشخصيه الكبيره في البلاد وهدو وصيفط لي فيديو واحد في الواتساب. هذاك السيد غير شاف الفيديو جا كيجاري لعندو، قال لي السلعه ديالك ما كاينش اللي غادي يوصلها، وما كاين حتى شي واحد غادي ياديك، ومن هنا لقدام انا اللي غنوقف على السلعه ديالك، غير مسح هذاك الفيديو. قال لي الفيديو ديالك ما عندك منه تخاف، ما غادي يشوفو حتى شي واحد، ولكن غادي يبقى عندي ما نقدرش نمسحو، حيت هو الضمانه الوحيده باش ندوز السلعه ديالي وما تبقاش ديرونجيني. سمعت قال الهضره اللي دازت بيناتهم ودرت راسي بحال ما سمعت والو، ورجعت للور. خرج داك السيد مشى في حالته، والصاعقة الكبرى كنسمع هاد السيد اللي وقفت معاه وحليت لي كاع المشاكل ديالو كيدوي مع الرجال ديالو وكيقول لهم هاد الباهوس خاصو يموت اليوم قبل غدا، ما يمكنش يبقى عايش، كاع الاسرار ديالي كلها عارفه، ما يمكنش يبقى عايش هاد الباهوس، غادي نبقى عايش حياتي كامله وانا منكي. صافي نعول عليكم اليوم في الليل غيزو ليه. سمعت هاد الهضره ديالو كامله، دخلت البيت وسديت عليا ومشيت شديت البي سي ودرت الخدمه ديالي. اول حاجه عيطت على داك السيد اللي هاكيت لي التصاور ديالو، وعاودت ليه كلشي وقلت ليه ما عندك مناش تخاف، التصاور ديال كلهم عندي، انت غادي تعاوني وانا غادي نعاونك. شديت كاع المعلومات الخطيره ديال الحاج البناني وحطيتهم ليه في الانترنت، وعيطت لصاحبي طارق وقلت ليه الا ما عيطتش لك من هنا لغدا الصباح نصاليا المعلومات كامله في الانترنت. قال لي مرحبا خويا انا معاك، كنت كندوي مع داك الشخصيه. قال لي انا فاش بغيتيني نعاونك؟ قلت ليه خاصك تعرفني انا شكون بعدا. قلت لي انا هو هذاك الدري خالد، راه كندات بوم مؤخرا في البلاد، انا اللي كنت هاكيت البنكه وكنت ديت فلوس صحيحه وكنت شديت وكان جات شي عصابه خطفاتني، عارفيني ولا لا؟ قال لي خالد الهاكر. قلت لي اييه هو انا اللي هاكيت لك التصاور ديالك كاملين، حيت هاد السيد وعدني انه غادي يعاونني وغادي يخرجني خارج البلاد وما وفاش بالكلمه ديالو، وبالذات كملها تيقول للرجال ديالو باش يقتلوني. قلت ليه من واحد الناحيه كون هاني، الفيديوهات ديالك والتصاور ديالك كلهم مسحتهم، وهو دابا ما عنده حتى شي تصويره ديالك، عندي غير انا بوحدي. قال لي واش متاكد؟ واش عارف راسك اش كتقول؟ غادي نعيط لمو غنشبه فيه غير سبان، عندك يكونوا مازال باقين عنده ولا عنده شي نسخه اخرى ويلوحهم ليا ويشوه ليا السمعه ديالي. لي صافي يا صاحبي دويت معاك. في الليل جاو عندي واحد جوج الكلاب ديالو وقالوا لي يلا تكلم على الحاج واك، انا عارفهم غاديين باش يقتلوني وغادي معاهم ما عنديش مشكل. قلت لي علاش؟ الحاج قال لكم ما تقتلونيش هنا، خرجوني لبرا عاد قتلوني، بقاو كيشوفوا فيا
وما فهموا والو. قلت لي عيط للحاج ديالك وقول لي المعلومات ديالو كلها كاينه في الانترنت، ولا الحس ديالي ما بانش من هنا للصباح قول لي غادي تشوه وغدوز حياتك كامله في الحبس. بقاو غير كيشوفوا فيا وما فهموا والو. كنشوف فيه كيقول صاحبو شنو نديرو دابا، واش نقتلوه؟ كيما كتمتم صاحبي اقتلني وخليني ارتاح من هاد الحياه. قال لي صاحبو كتفو كتفو رجعوا للبيت نعيطوا للحاج هو الاول عاد نشوفو واش نديرو معاه. كتفوني ودخلوني للبيت. تم جاي الحاج كيجري، مالكم علاش كتفتو الدري؟ اش بغيتو عندو؟ كنشوف فيه وكنشوف الغدار اللي في عينيه. قال لي واحد من الرجال ديالو راه كان عارفنا غادي نقتلوه. قال لي منين عارفكم غادي نقتلوه علاش كتشوفوا فيه؟ قتلوا الزبل وخليونا نمشيو حالاتنا. قال لي لا راه قال لك حاط شي معلومات خطيره ديالك في الانترنت، ولا ما باتش من هنا الصباح غادا تلونصا في الانترنت والعالم كامل غادي يشوفه، وغتكمل داكشي اللي بقى في حياتك في الحبس. اطلب واش غير داوي يسحب راسو غادي يخلعنا كاملين. انا كنت حاضي معاه وحتى من التليفون اللي كنت جايب معايا ماشي ديالي باغي يقولبني. شوف الباروش انا حياتك انت دوزت غير شراب، ما غيجيش واحد بحالك حتى وغادي يضحك عليا. قلت ليها اي عندك صح، هذاك التليفون اللي كنت جايب معاك تليفون جديد ولا ماشي ديالك؟ ولكن التليفون الاخر راه ديالك والمعلومات ديال الحشيش وديال السلعه كونطابون اللي كنتي كتجيب هذاك الشيء ديال من ديالي انا. المهم ماشي مشكل، يمكن لك تقتلني دابا ومن هنا لغدا الصباح غادي تشوف شنو غادي يوقع. كيبان ليا وجهه ولا صفا وما بقى عارف ما يدير. شويه ويجي اتصال، عيط لي داك الشخصيه كنشوف فيه كيهضر معاها ولا صفا حيت السيد تبع فيه سبان ديال بصح. وقال ليها الا كنتي راجل لوحدك الفيديوهات وانا غادي ربيك مزيان، وهذاك الموك ديالك والله لا داس، والله حتى غتمشي معاه حتى للحبس. جبد التليفون ديالو وبغى يجبد شي فيديو صيفطو ليه في الواتساب باش يخلعو، ما لقى عنده حتى شي فيديو، ما فهم والو. بقى كيشوف فيا وقال لي داتيا، بديت كنضحك قلت انت اللي داتيها الاول. من بعد ما عاونتك رجعتي رزقك وعاونتك في اي حاجه بغيتيها كتقول الكلاب ديالك قتلوني، هذا هو الخير. بقى غير كيشوف فيا وقال لي حتى دابا الا ما عاونتينيش غادي تموت، ما بقات لا مساعده لا والو. قلت لي مرحبا نعاونك، فاش بغيتي نعاونك؟ قال لي غتعاود تجبد لي المعلومات ديال هاد خينا هذا اللي ولا كيتفلعص عليا، بغيت نربيه يا بيا ولا بيه. قلت لي مرحبا قول لي ما تلقوني ولا بغيتي نخدم وانا مكتف. تلقوني ومشيت شديت البيسي وبديت كنتواصل مع داك الشخصيه. قلت لي هاد الناس باغيين يقتلوني دابا، قلت لي خاصك تجي تعاوني. قال لي انا جاي عندك في الطريق غير صبر. وحاولت ليهم شويه بين ما وصلنا، قلت لي كون هاني شوف انا غادي نصيفطك المعلومات كامله ديال هاد الكلب هذا وكاع الاختلاسات اللي كان كيدير وكاع داك الامور المشبوهه غادي نصيفطها لك. قال لي مزيان خليني ربيه. بقيت خدام في البيسي شويه بالعاني كان بلونطي، تنقول لي بيسي تبلونطا خاصو يطفى ويشعل، كنطفيه ونشعلو. شويه جا قرب حدايا وحط يدي على كتفو اللي شوف ولي اللي حنا غير ما تفهمناش، اللي انا بحال باك ماكش غادي ندير لك والو، واصلا كنت جاي على قبلك باش نقول لهم ما ياديوك ما والو. ان شاء الله ولدي حدك تقدم معايا هاد الغرض هذا، والله ولدي تنخليك تمشي وغادي نعاونك وغادي نعطيك فلوس اللي بغيتي. قلت لي لا لا ما كاين حتى شي مشكل انا خدام معك. شويه بدا كيسمع الدقان في الباب ديال الفيرما، مشاو الرجال ديالو خرجو شويه جاو كيتجاو. لي شاف بوليس بزاف كاينين برا ما عرفتش شنو بغاو. قال ليها دوو معاهم عادي وشوفهم شنو بغاو. خرجوا عندهم سولوا على الحاج البناني، خرج عندهم الحاج قال لهم ياك لاباس الشاف شنو واقع؟ غير شافوه جبدوا عليه السلاح، قالوا لي غادي تمشي معنا وغتعرف شنو واقع. ملي كيطل في الطوموبيل ديال البوليس كيبان لي داك الشخصيه جالس تماك وكيشيا لي بيديه. خرجت انا وبقى كيشوف فيا، نزل من الطوموبيل ديالو وجا قصدني. قال لي تا هو خالد؟ قلت لي هو انا. قال لي تبعني. فاش شمينا خارجين دزنا من حدا الحاج بناني بقى كيشوف فينا وقال لي غدا تيري
غدا شين ياك تيشكون لي غدا الاخر انت ولا انا كي انت ماشي راجل وهذا هو الجزاء ديالك تميت غادي مع داك الشخصيه ركبنا في واحد الطوموبيل يا سلام تمينا غادين حتى دخل واحد الفيلا قال لي هذه الفيلا ديالي وغادي نخليك تجلس فيها واحد يومين بين ما لقيت لك حل حيت انت ما عارف شنو درتي انت راك عشقتي لي الحياه ديالي وانا ماشي ولد الحرام بحال داك البناني انا غادي نجازيك على داكشي اللي درتي معايا كامل واخا انت اللي هاكيتي ليا الفيديوهات والتصاور ديالي المهم صلحتي الغلطه ديالك وما خليتيش داك ولد الحرام يبقى يتحكم فيا قال لي المهم نخليك ترتاح اليوم راه كاين الخدامه هنايا اي حاجه بغيتي غادي تجيبها لك وغدا ان شاء الله غادي نجلس انا وياك ندوي في هاد القضيه ديال كيفاش غنديرو ليها طلعت الفيلا دوشت ومشيت تكيت واحد البلاصه عيطت لطارق لي صافي مسح لي داك الزبل ونسى داكشي اللي صيفط ليك قال لي واخا خويا اي حاجه كانت عيط عليا يلا حفظك خويا طارق دعي معايا خويا يسهل عليا الله ونرجع بحال هادشي صراحة توحس الوالد والوالدة والخوت وهاديك الجلسة ديال الغدا اللي كنا كنجلسو مجموعين كانت كتبان لي عادية ولكن من بعدت عليها عاد عرفت القيمة ديالها مبقيتش كنفكر حتى داتني عيني الغد لي مع الصباح خدامة كتفيق فيا وجدات لي الدوش دوشت وفطرت وبقيت جالس هاديك الجادة شوية ويجي داك السيد جا سلم عليا كي داير السي خالد قلت ليه الحمد لله انا ما عارفش شنو السميه ديالك قال لي ما يمكنش انت تكون ما عارف السميه ديالي بقيت غير ساكت قال لي انت عارف الاسرار ديالي كامله وسميتي ما عارفاش اللي سميتك الحاجب في التاس ولكن اللي كنعرف عليك انك ما كتبغيش بنادم يبقى يعيط عليك بسميتك قال لي يا سيدي انت ماشي مشكل خذ راحتك قال لي نرجع للموضوع ديالنا شنو بغيتي انت دابا قلت لي داك الميكروب اللي كنت خدام معاه كان موعدني بجوج الحوايج قال لي يا اما نخرجك للبلاد انت والعائله ديالك ولا غادي نشوف لك شي دراسه كبيره في البلاد يمسح لك الوسخ ديالك وترجع تعيش عادي بحال ما درتي والو اكيد هاك قال لي واش كتصحاب سايبه واش تضرب بنكا ضرب 500 مليون وضرب لي كومبت بزاف ويجي شي واحد ويمسح لك الدوسي ديالك كامل بحال ما داير والو اللي غير كان كيضحك عليك اولدي وثاني حاجه لينا فصايد ان هادشي كامل كان انت ملي غادي تمشي للداب ديالك الداب كامل غادي يبدا يدوي والصحافه وكل شيء غادي يبدا يهضر عليك كيفاش واحد ضرب بنكا جاي كيدور وحده ما ضربش حتى شهرين ديال الحبس قلت لي واخا هاد الموضوع نساو ديال الموضوع الثاني لي كان قال لي غادي يخرجني برا انا والعائله ديالي قال لي شوف باش تخرج لبرا انت بوحدك واخا ولكن انت والعائله ديالك ما يمكنش ما عنديش كيفاش ندير لها شويه جا شي تليفون قال لي اسمح لي ناضو كنسمع فيك كيهضر مع شي واحد في التليفون سلام معاه هو جا عندي قال لي مصيبه صافي قلت ليه مالك اش واقع قال لي هاد السيد هذا صاحبي وصاحبي بزاف قال لي وقع لي مشكل كبير قال لي هذا الراجل هذا عنده سميه كبيره في البلاد وتصيد في واحد مؤامره خايبه كان جالس في صواريه مع الدراري صحابو وسكوه بالعاني وصوروه عيان مع شي ممسخات هو تيعاود لي دار عندي لي اجي انت تقدر تعاونو كيفاش غادي نعاونو وانا شكون غادي يعاونني كلشي كيفكر غير في مصلحته ما فكرتوش فيا انا حياتي غادا كتضيع غير صبر صاحبي واش تقدر تعاونو قلت لي اه قال لي واصبر دابا هو يتصل بيه وقال لي جيجي عندي دابا الفيلا ما كملت واحد نص ساعه هو يدخل عندنا بقى يشوف فيا قال لي شكون هذا قال لي ها فايت سمعتي بواحد الدري صغير كان داب بوم في البلاد حد الباهوش سميتو خالد الهاكر قال لي عرفتو داك الباهوش اللي ما عرفناش فين مشى واش خطفها شي عصابة قال لي هو هذا قال لي يا الباهوش شحال قلبنا عليك ما خلينا فين قلبنا عليك فين شديتي وشنو وقع لك قال لي على ما فراسك راه كنخاطفو البناني والبناني فاش كنخدا لي دوك التصاور ديالي راه مسخوط الوالدين اللي هاكا لي الفيديوهات ديالي ولكن في الاخر طلع راجل راه داكشي علاش عيطت عليك
راه يقدر يعاونك، ولكن بمقابل حتى انت خاصك تعاونو. راه مسكين واحد وباغي يعيش غير حياته عادي. داشف فيا وقال لي واش تقدر تعاوني؟ كيفاش غادي نعاونك؟ شرح لي شنو وقع. قال لي كنت غنصت شويه مع شي دراري صحابي، اولا كنت كنصحابهم صحابي، سكوني وخلوني حتى دخلت مع شي دريه وصوروني عيان معها، ودابا لحوا لي واحد الفيديو في الواتساب وكيهدوني بالفيديوهات الاخرين، وقالوا لي 100% غادي يلوحوهم اليوم مع الجوج. قلت ليه وشنو المقابل؟ شنو بغاو؟ باغيني نخليهم يدوزوا واحد جوج موكات ديال الحشيش، وانا هادشي هو اللي ما سمعتش بيه. قلت ليه غادي خصني بيسي وشي كابليات وشي جوج ديال لونطين وشي حوايج خوين. قال لي اجي يلا معايا. ركبت معاه في الطوموبيل ومشيت شريت كاع داكشي اللي خاصني. رجعت للفيلا وتانستاليت وبقيت خدام. قلت لي عطيني النمرة اللي صيفط لك بها الفيديو. قال لي هاي النمرة، ولكن الفيديوهات ديالي ما كاينينش في التليفون هذا، كاين في التليفون واحد اخر. قلت لي واش عندك النمرة ديالو؟ قال لي لا. وهذه مشكلة، كيفاش انا غادي نوصل للتصاور وانا ما عنديش حتى النمرة التليفون ديالو؟ قلت لي هاد الفيديوهات اللي قلتي صوروك فين صوروك؟ قال لي فواحد الباطمة ديالي. قلت لي وديك الباطمة ديالك في الويفي؟ قال لي افيا. قلت لي يلا هزني دابا ديني لها. مشينا دخلنا وتكونيكتيت وعرفت كاع التليفونات اللي كانوا مكونيكتين تماك، وعاود رجعت للفيلا وبقيت خدام. كل مرة كنجيب التليفون كنلقاه ماشي هو، بيراطي التليفونات كاملين حتى بقى لي تليفون واحد هو الاخر وهو الامل الوحيد. الا ما لقيتش داك التليفون يعني ما عندي ما ندير ليه. يلا كندخل الكود الاول، الكود الثاني كنلقاه هو. لقيتو حتى هو شبعان فيديوهات وشبعان مصائب كهله، ولقيت فيه حتى شي معلومات اللي تقدر تغبو في الحبس. عيطت على داك السيد وقلت ليه ازي تشوف واش هما هادو التصاور ديالك. قال لي هما هادو. الله يعطيك الصحه. قلت ليه وهاد السيد هذا شنو تبغي دير معاه؟ واش بغيتي يمشي في حالته ولا باغي تربيه؟ قال لي لا خاصني ربيه. هذا جبت لي الدواسه ديالو كاملين. قلت ليه شوف الفيديوهات ديالك ها هما مسحتهم كاملين وما عندك مناش تخاف، والدواسه ديالو ها هما لحتهم لك في كلي، دير فيهم اللي بغيتي. قال لي الصراحه انت خاصك تخدم معانا. باقي كندوي انا وياه عيط لي داك خينا وقال ليها وجدتي لينا الامانه. قال ليش من امانه؟ قال ليها خاصني نلوح وقال شي فيديو باش عارفاش من امانه. وبدا كيضحك علي. قال لي انت غادي تلوح الفيديو وانا غنلوح لك شي دواسه اللي غادي يضروك في راسك بزاف. الاخر قال ليها راني كندوي معاك غادي نلوحو غادي تندم على هادشي اللي كدير. قال لي لا غير لوحو ما عندي علاش ندم. قال لي شوف عندك تنسى لوح ديال مولات الحمار ما تلوحش ديال مولات الكحل. قال لي شوف ساعتك قرابات، لعبتي معايا اللعب الخايب وزد راسك للدابة، تهلا في راسك ويقطع عليه. دار عندي انا وقال لي شوف كيف ما بردتي لي الغديد مع هاد ود الحرام هذا والله ما نفوتك، غادي نعاونك حتى تخرج من هاد المصيبة اللي انت فيها. قال لي اول حاجة غادي تقدم راسك للبوليس، ثاني حاجة داك 120 مليون اللي كتسلك البنكة انا اللي غادي نخلصها ليك، ثالث حاجة انا كنعرف رئيس ديال الابناك غادي ندوي معاه باش ما تكون حتى شي متابعة وانهم يتنازلوا ليك، وغادي تدوز واحد الفترة قليلة وغادي تخرج في حالتك. قلت لي عندك غير تغضب بيا كيف ما غضب بيا الاخر. قال لي انا ماشي ولد الحرام وانت غادي تشوف. قلت لي صافي انا معاك. داني هو وقدمني ليهم ودات بوم في البلاد خالي الهاكا تشد، ولكن هاد السيد هذا صدق الرجولة وبقى كيشكر فيا قدام المحكمة، وقال لهم ان هاد السيد هذا هو اللي عاوننا باش شدينا العصابة اللي كيهربوا الحشيش، وهو اللي عاوننا باش شدينا واحد جوج هرموكات خوين كانوا هابين الحشيش، ومن بعد ما كنت شفار رجعوني بطال ولا كلشي كيشكر فيا. فاش مشيت للمحكمة حكموا عليا بعام، ولكن فاش دخلت الحبس بحال كنت جالس في الدار، كاع
كانوا حاطين لي السيلون ديالي بوحدي واي حاجه بغيت كنلقاها، وكانوا مصيفطين لي استاذ خصيصا ليا انا باش يقرايني تما. بحال مشيت قريت عام ورجعت، فاش خرجت ما لقيت حتى شي واحد كيتسناني، حيت اصلا انا ما كنت عالم حتى شي واحد، بغيت نخرج على غفله. ولكن لقيت واحد الطوموبيل كحله وكتطلق ليا في الفار، ملي تميت غادي عندو كنطل تحت الدجاجه كنلقاه هو. قال لي اش كاين؟ قلت لك غادي نعاونك ولا لا؟ قال لي طلع طلع. طلعت وصلني حتى لحدا الدار. قال لي شنو بغيتي دابا؟ قال لي واش بغيتي ندبر لك شي خدمه؟ قبل ما يكمل الهضره ديالو قلت له شوف انا ما بقيتش باغي نخدم مع حتى شي واحد، انا غادي نخدم راسي، ولكن هاد المره غادي نخدم في الحلال. قال لي مزيان الله يعاونك. فاش بغيت ننزل قال لي هاد التليفون ديالك عندي، قال لي هاكا العبادي خليها عندك. واحد صويك صغير بغيت نحلو قال لي لا لا ماشي دابا حتى طلع للدار. المهم صافي درتو في ظهري ومشيت. مشيت لقيت الوالد والوالده شافوني تصدموا، قالوا لي علاش ما قلتيش لينا نجيو نتسناوك؟ قلت لهم ما بغيتش نديرونجيكم. الوالده كيبقى يجي قالت لي بخير وليدي، منين شفتك نتايا هذه هي الدنيا وما فيها. ريحت معاهم شويه وانا نمشي ندخل البيت ديالي. سديت عليا كنقلب داك الصويك، لقيت فيه بزاف ديال الفلوس. جبت التليفون وانا نتصل به، قلت ليه ديالاش هاد الفلوس اللي خليتي ليا؟ قال لي هذاك رزقك خذو وما تبقاش تسول بزاف. واخا ضيعت من حياتي واحد العام وشهرين ديال الحبس، المهم حياتي زيانت في الاخر، وقدرت انني ندير بروجي ديالي ونعيش بخير ونعيش بالحلال انا والعائله ديالي. حتى لهنا سالت قصة ديال اليوم، كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم وتخليو لينا تعليقات تكون زويونه بحالكم، وكنشكركم بزاف على الدعم ديالكم، خصوصا الخوت اللي ديما حاضرين، اول ما كنلوح فيديو كنشوف التعليق ديالهم. شكرا بزاف ليكم.